افتحلي فصيل خد بيت الجمعه منتدى منتدى سياسي سياسي والله علي علي عسل بس بموت فيه بموت في ضحكته بتموتني بتموتني لا ما انت مفرفه ابله نطلع ننام طبعا حبيبتي اطلع ابله سكري الساعه 5 اللي كلتوت الساعه 5 اللي كلتوت 5 زيتون كلطاطه يا رب عني يا رب يلا يا جماعه قوموا ننام كلنا يلا رفايل فوق عامل مظاهره احنا لازم نقفل النور لازم نقفل النور الاكاديمي نحملك يعني كمان انت وحلت في التفاحه دي يلا يا دينا يلا يا قلبي ماما ياس يلا يا ياس خلصت انا 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 على فكره صورنا يعني اول مره وين متى 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 ما قلت اسرار المهنه خلي اشوفه شنو صار سوى سوى نسيم وسيم وين السفر يا زين قل لي زين قول ايه كنت اقول لك هي وايد طيبه لا اول اول انطباع اخذت عنها قلت شناك كل شيء يسوي كذي عرفت لا لا حلوة. بعدين ما عرفتها قلت يمكن دينا طيبه ايه من اطيبهم لا اول ما تعرفت عليها حنون هذا مني حاجه طلع معي جود نايت تصبحوا على خير الله يهديك ايه لا مهبود الجو امتى مش علي مش علي دي لك ما تشرب ديلك ما تشرب اصبح انقاذ وفطور على الساعه 10 ونص على الجد لازم ننام انا تصبح انا مقرف جدا مين راح بالادب عباس رفيقي انتوا مش جعانين؟ لا عايزين تاكلوا حاجه؟ تشربوا حاجه؟ رفيقي وين؟ عايزك تعوضي يا ماما بس ارتاحي يا حبيبتي ارتاحي طبعا انا مرتاحه مش هعمل في حاجه بالعكس كده مرتاحه لما كنا بال لا ارتاحي بس زمان زمان ديك ال هنجبك هيقول هنجبك ديك هنجبك ديك هو غدا البتاع ده غدا منين ده لا الاسكازول ده غدا طب فهمني بس لا وفي حد في حدكنا دلوقتي مش معقول كده براحتك لا يا حبيبي المشكلة فينا احنا هو لازم حد يكون بيتفرج علينا عشان انت تتعبوا احنا اللي تعبنا منك ميتينج برونش اند ميتينج ويز تيتشرز هو بكره مفيش الا ثلاث حاجات بقى اليوم كله لا حبيت ناكل عنب بجيب لكم؟ اه جيبي لي زيتونة اه عنب؟ عنب ايه مش عارفين نقول لك ايه والله يا سيد شفتوا ازاي انا عارفه اذا هتاكلوا ايه عنب ايه بس يا اصل عنب قد كده واو يعني واحده تكفي اول حاجه قلت لي بقى حاجه ايه اول حاجه قلت لي حاجه حلوه التلاجه دي ناحيه مين اللي بقى انت لا ما رحتش كمل اوكي خلاص مش على اوكي بس كانت هيك شوي طلعت لي ايدي انت بتعصليها بتفوت اصبعك بتطلع من مايل الثاني بتطلع طلع بيضع بيضع هيك انا بصير لا بس مجدها كانت حلوة هنرجع نطلع عليها مجدها كانت حلوة ما ايه على بكره يمكن لا ما بعتقد ايه السبت بكره بالليل رح يجي يبهدلنا لا بس we were good بس بضل في شيء يعني لا اكيد ضل في شيء